صور قد ايش شرف كبير لإلي هاللقاء استاذ. الله يسلمك يا آنسة روعة. الحقيقة أنا مقل كتير بالمقابلات الصحفية، بس بالنسبة إليك الأمر شيء تاني. مفهوم مفهوم. جاهز أستاذ؟ إيه شغالة مسجلة. الرسام المشهور ممدوح عزيز، شو بيعني له الرسم؟ والله يا آنسة روعة، الموضوع بالنسبة إلي ليس مجرد هواية أو حتى حرفة، الموضوع بالنسبة إلي وسيلة للتعبير عن مكنونات داخلية ما بقدر أعبر عنها إلا بالرسم. طبعا وسيلة التعبير بتختلف من مبدع لآخر. مثلا الأديب ممكن يعبر بالكلمة، ممكن يعبر، والموسيقي ممكن يعبر بالنغمة، والرسام بيعبر بالفيشة، والفيشة بالنسبة إلي هي وسيلة للانتقال من العالم الواقعي اللي عايشه لعالم الخيال والأحلام. وبتصور إني لما بوصل لوقت ممكن أفقد فيه القدرة على استعمال الفيشي، فبكون وقتها دخلت مرحلة الاعتذار، بنازع يعني آنسة روعة، بنازع يعني حقا بموت يعني. طبعا ما بقصد الموت بمفهومه الفيزيولوجي، إنما قصدت الموت النفسي، لأنه المبدع بيموت تماما عندما يفقد القدرة على الإبداع. أستاذ ممدوح، يعني ولو سؤال خاص شوي، بس فضولي كصحفية بيدفعني إني أسألك يا يعني حضرتك ليش لهلا ما تزوجت، مع إنه المرأة يفترض أن يكون لها مكانة خاصة بحياة أي فنان أو مبدع؟ شوفي أنسة روعة، أنا ما بدي أتفزلك مثل غيري من الفنانين وأقول لك إنه التركيبة النفسية للفنان والخصوصية والأنانية يلي عنده بتخليه يتخلى عن فكرة الزواج. ما أحلك هالشي، أنا ضد هالفكرة. أنا ما تزوجت لأني بصراحة ظروفي المادية ما ساعدتني. بس حضرتك فنان مشهور وحاصل على جوائز تقديرية وأوسمة وميداليات. مظبوط هالحكي، أنا ما قلت لك لا، بس أنت برأيك أنسة روعة شو ممكن تقدم لي الشرطة؟ إن شاء الله يعني شو ممكن تقدم لي الجوائز والميداليات؟ مرحبا ميداليات، لا تأخذينا. يعني على القليلة بترفع سعر لوحاتك شوي. أسعار لوحاتي؟ أنا بكل حياتي أدوب باي حوالي 10 لوحات وبأسعار زهيدة جدا وعن طريق المصادفة. شو الحكي هذا يا أستاذ؟ بس في فنانين أقل من حضرتك موهبة وشهرة ولوحاتهم عم تنباع بأسعار كتير مرتفعة. صحيح صحيح، بجوز كلامك يكون صحيح، ما بقلك لا، بس على الغالب سعر اللوحة ما عم يتناسب مع قيمة الفنان. طيب أستاذ شو اللي بيأثر بسعر اللوحة؟ والله اللي بيأثر يا آنسة روعة هو الدعاية. معقول يكون للدعاية دور بهذا المجال أستاذ؟ إيه نعم، الدعاية هي كل شيء، وأنا للأسف ما بجيد هاللعبة على الإطلاق، ما بجيدها. طبعا أنا ما عم شكك بمكانة الفنانين العالميين الكبار يلي عم تنباع لوحاتهم بأسعار خيالية، ما بشكك أنا، لكن كمان في فنانين ما بيقلوا عنهم أبدا، بس لوحاتهم للأسف ما عم تلاقي مين يقدرها. وراح أضف بك، وراح أضف لك مثال صغير. تفضل أستاذ ممدوح. هذا يا ستي الكريمة كان في فنان موهوب كتير، بس مو مشهور بنوب مغموم ما عدا بيعرفه، وكان يبيع اللوحة $200-$300. بعد ما مات اجا مليونير كبير اشترى لوحاته بمبالغ كبيرة. هالناس استغربوا كتير وفكروه مجنون، قالوا له شلون بتشتري لوحات فنان مغموم بهيك مبلغ كبير؟ تعرفي أنسة روعة شو جاوبون؟ شو جاوبون أستاذ؟ قال لهم هذا الفنان كان مغموم، بس بعد ما اشتريت أنا لوحاته صار مشهور. وبالفعل لما نشفت وسائل الإعلام الخبر إنه المليونير الفلاني اشترى لوحات الفنان الفلاني بالمبلغ المرقوم، صار اسم الفنان أشهر من نار على علم، وصارت لوحاته تنباع بالمزادات بمبالغ خيالية. شفتي بقى شو تأثير الدعاية والإعلان على الفنان؟ فعلا قصة غريبة كتير. لا ما في شي غريب، هذا هو الواقع عن سفوعة.
الحقيقة أستاذ ممدوح أنا كتير استمتعت باللقاء معك. يا ستي هذا تلطف منك، أهلا وسهلا فيك يا أنسي. الله يخليك، يعني يا ريت تسمح لي إني أنا حاسب على الطاولة. شو عم تحكي أنت؟ والله ما بيصير، أعوذ بالله، أنت ضيفتي ولو أنسي بوعى. شكرا كتير. بيصير؟ شكرا كتير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا، كنت بتمنى تعدي أكثر. معلش. بس عندي موعد. تشرفنا. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة. شرفتي. مات؟ بورصة. حساب الطاولة والله. على عيني. أعطيني حساب الأستاذ ممدوح. تفضل أستاذ. يسلم والديات. قديش مبلغ الفاتورة بالله؟ مالي حاطط نظاراتي. 2400 ليرة أستاذ. اه؟ 2400 ليرة. ايوه. اوكي. اطلب لي فنجان قهوة لكان، وصلت لو سمحت. بأمرك أستاذ. يسلم ودياتك. اهلا وسهلا. لك 100 دولار بالصحن. شكرا استاذ، ما بدك لك مالي؟ لا معلش، الباقي لك. كتر خيرك استاذ، كتر خيرك. شو حصلك استاذ ممدوح؟ ترك لي 100 دولار بالصحن. اوف، ومن امتى كان كريم كل هالقد؟ شو بيعرفني؟ بس الباقي الي لحالي، هو هيك قالها. إيه لا حبيبي، ما حذرت، البخشيش مثل العاده بيتوزع الكل، روح جيب ال 100 دولار وتعال. حاضر. شلون مرقت عليكم هالشغلة هي؟ معلم أنا اطلعت من بعيد على الصحن، لقيت فيه 100 دولار، بس ما توقعت إنه تكون رسم أبداً. كان المفروض تتأكد قبل ما يمشي الزلمة، وأنت الثاني. المفروض ما يطلع الزبون من المطعم قبل ما يسكر حساب الطاولة على دوس بارة. هذا اللي صار معلم. شو هذا اللي صار بقى؟ أنا ما بقبل نحط تحت وحدي أبداً، ولذلك حساب الطاولة راح ينخصم من أجركم أنتوا اثنين. أنا مالي دخل. الحق القرصون المشرف على الطاولة. هلأ صار ما دخلها؟ نسيت حالك وقت نويت اقسم لك مالي ما؟ خلص قر انت وياه بلا حكي فاضي، انا رح اشتكي للشرطة، إذا رجعت المصاري كان بيها، وإن ما رجعي رح أقسم على كل واحد منكم 1000 ليرة، يلا على شغلكم. أمرك معلم، شرف. أنا قديش شفت نصابين ومحتالين بيهربوا من مطاعم؟ بس مثل طريقة هالزلمة لا شفت ولا عيني رأيت. بالفعل حتى أنا صلي بالمصلحة 30 سنة ما مر عليه هيك شيء. على كل حال ولا يهمك، هلأ خلال ربع ساعة بيكون عندي هون بالمخفر وبتاخد حقك على دوز بارة.
بس انت متأكد انه ساكن هون بالمنطقة؟ هيك قالوا لي. ماشي يا سعيد. نعم سيدي. تاخذ 2 من الشباب بتروح لعند مختار الحارة وتسأل عن عنوان الرسام ممدوح عزيز وبنرجع لهون سيدي. لا، بتروح على بيته وبتجيب لي لهون خلال ربع ساعة، لازم يكون مزروع عندي هون بالمكتب. أمرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله مو هون بيت الرسام ممدوح عزيز؟ بلا يا أخي، شو بدك منه؟ يا ممكن تفوت تناديله؟ والله صعب شوي. وليش صعب بقى؟ لأنه المذكور كان عمي الله يرحمه، واليوم الصبح أعطاكم عمره وبعد شوي تنسيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالعوض بسلامتكم أخي، ولا تؤاخذونا. بلا مؤاخذة يا أخي، شو بدكم منه؟ ما في شيء والله محرز، رئيس المخفر كان طالبه. هذا مبارح المرحوم كان عم يتغدى بمطعم الأزهار، وبدل ما يدفع الفاتورة رسم مصاري على الصحن ومشي. العوض بسلامتكم. يسلمك يا الله يرحمك يا عمي، شو كان دمك خفيف. أكيد سيدي. اسمع، عوضك بالجنة يا أستاذ. يا سيدي الله يرحمه ويسامحه، أصلا الشغلة كلها على بعضها مو محرزة. شوف يا أخ، إذا بتحب تشتكي على الورثة نعمل لك محضر قانوني، ما عندنا أي مانع. لا لا، ما في داعي. يلا لا تواخذونا، أزعجناكم. الله معك يا أخي. وسهلا. شكرا. ما بدك الصحن؟ طبعا بدي أخذه وخليه عندي للذكرى. نراكم الخير. الله معك. مع السلامة. منيح محلهم هون؟ يعني هلأ ما طلع لك من ورطة عمك غير هالكم كركوبة؟ هلأ اللوحات صار اسمهم كراكين؟ بعدين شو هالورطة المهمة اللي عم تحكي عنها؟ كلهم كان غرض صغير. بعرف صحيح حكيك، بس على القليلة كان في براد 18 قدم، كان في تلفزيون 20 بوصة. إيه والله كان إجا بوقته. ما بقلك لا، بس أخي عامر حط عينه على هالغرضين، أنا ما حبيت أحكي فيهم فأخذت اللوحات. أصلاً أنت طول عمرك بتستحي من خيالك، دخلك أخوك ليش ما استحى لما أخذ البراد والتلفزيون وعطاك هالكراكيب؟ هلأ رح تعملي لي هالورتة قصة وسيرة؟ إيه والله اللي بيسمعك عم تحكي هالحكي بيفكرنا ورتانين أوناسيس، مو الرسام الأندبوري ممدوح عزيز. اروح عنا يا الحق علي اللي عم بحكي مشان مصلحتك، تاني كلمة الحق بتزعج هالأيام. شايفتك كتير مبسوط على التلفزيون. مو أحسن التلفزيون القديم اللي كان عنا؟ إيه ما اختلفنا يعني، بس من كل هالورتة تبع عمك ما لحق لك إلا هالتلفزيون وبراد. دخيلك أنت وهالورتة، أصلاً هدول الغراضين أحسن من كل الأغراض اللي تركون عمي الله يرحمه. ليش حبيبي؟ واللوحات؟ اللوحات؟ اللوحات اللي كان رسمها عمك الله يرحمه. شو بقى؟ ليش تركت موفق ياخدها؟ هلا برأيك اللوحات المدهونة أحسن من البراد والتلفزيون؟ إيه طبعاً، كنا صمدناهم على القليلة على الحيطان. مانك شايف بيتنا كيف كله فاضي، ما في ولا لوحة توحد ربها. يعني اللي بسمعك عم تحكي هالحكي بيقول إنه حضرتك ما كنتي تتكنسي من معارض الرسم. ولك أنت شو فاهمك بهالشغلات؟ مو شرط أفهم حبيبي، ليش إن شاء الله نفكر إنه كل اللي بيعلقوا لوحات ببيوتهم بيفهموا فيها؟ هي كلها شغلة منظر وبهورة. صحيح، بس اللي بده يتمنظر ويتبهور لازم بالاول يكون بيته مكمل من مجاميعه وبعدين يفكر بهيك قصص، مو مثل حكايتنا. ليش شو بدنا نحن؟ لك يا عيني، بيتنا ناقص اكثر من 20 غرض، بدك يانا اخر طب الكل نعلق لوحات على الحيطان؟ هذا اللي كان ناقص والله. لك يا عامر صدقني انا عم بحكي مشان مصلحتك. معلش عيني، ريحي حالك، مصلحتي بعرفها منيح انا، نسيني. خلي لك اياها هون ونقلبها على برنامج الحيوانات. يا استاذ يا استاذ. شو دواء فايت؟ فايت لجوه عم ببنى. ايه بس وقت المراجعات انتهى. ايه بس انا ماني فايت مراجعة، انا فايت زيارة لعند الموظف.
أي أهلا وسهلا فيك، ممكن أعرف مين هالموظف؟ هو الحقيقة أنا ما بعرفه بشكل شخصي، بس قالوا لي إنه بيشتغل هون. أصبح أعطيني اسمه لحدد لك وين بتلاقي. اسمه موفق عزيز. موفق عزيز؟ أنت متأكد؟ طبعاً. طيب شو بدك منه؟ هلأ شغلتك هي، أنت دلني وين بيداوم وصلى الله وبارك. يا سيدي بيداوم هون. هون عندك بهذا المكتب؟ إيه نعم، أنا موفق عزيز. تشرفنا، أنا عادل عديل صاحب محل لوحات وتحف. أهلا وسهلا فيك، تفضل، شو بدل الخدمة؟ قبل كل شيء، مو حضرتك ابن أخوه للفنان المرحوم ممدوح عزيز؟ أي نعم، أنا ابن أخوه. معناتها وصلت. شوف أخي، الموضوع باختصار أنه بعد وفاة المرحوم صارت لوحاته مطلوبة شوي بالسوق زيادة عن الأول. سمعت هالشي، مع أنه المسكين وهو عايش كان يتمنى يبيع لوحة واحدة من لوحاته وما كان يقدر. المهم، سمعت أنه عندك 4 لوحات من لوحات المرحوم. صحيح، هدول طلعوا حصتي بالورثة. طيب يا ترى عم تفكر تبيعهم؟ بصراحة ما فكرت ببيعهم. شوف أخي، إذا ناوي تبيع أنا بشتريهم منك وبكارمك بالسعر مزبوط. يعني شو بيسوا تقريبا؟ ما فيني أحكي قبل ما أشوف اللوحات. طيب شرف معي على البيت لحتى أفرجيك. هلا؟ طبعا، دق الحديد وهو حامي. طيب أنت ما عندك دوام؟ بلا عندي دوام، بس أنا هون مراقب دوام، وبالنسبة لدوامي ما في مين يراقبه. ظاهر عجبوهم هيك؟ قولي إن شاء الله. بس قولي قلبك، ما تطلب سعر رخيص؟ هلا ما بدنا نهرب الزلمة، شو ما دفع منيح. ايه يا أخي، أنا مستعد أخذ هدول اللوحات الـ4 دفعة واحدة، بس تتكرمني بسعرها. مو على عيني وراسي، إن شاء الله ما بتطلع من هون إلا رضيان. قديش بدك باللوحة؟ حوالي 60,000. 60,000؟ ايه نعم، اسأله. امبارح إجا واحد دفعنا بالوحدة 50,000، ما بعنا. يعني أنا بحسن أدفع 55,000 بالوحدة. الحقيقة ما منقدر، ما منقدر نبيعهم بأقل من 60,000. ماشي الحال، اتكلنا على الله. شو يعني؟ يعني وافقت ولا بدكم ترجعوا بكلامكم؟ لا أعوذ بالله، شو نرجع بكلامنا؟ ماشي الحال، هاي شيك بـ240,000، بس إذا سمحت يا ريت تعمل لي ورقة تنازل عن اللوحات. على عيني يا أخي. فردوس جيبي لي ورقة وقلم لحتى أكتب له التنازل. حاضر. عامر؟ يا عامر، شو رأيك؟ ليش عم تعيط لي؟ دريت شو صار؟ خير، شو في؟ أخوك موفق باع اللوحات. ألو لوحات؟ لوحات المرحوم عمك شبنا. شو يعني؟ بجوز متضايق على قرشين عم باعهم. يا ستي انا بعتبره محظوظ انه لقى حدا يشتري لك لوحات. لك يخزي العين عنك، حولك وحواليك شو فهيم. طيب ما بدك تسالني حبيبي قديش باعهم؟ بقديش يعني؟ بـ60,000. شو هالحكي؟ مستحيل. العمى بعيونه على الحظ. يعني وقفت اللوحه بـ15,000؟ لك تقبر قلبي إن شاء الله. اللوحة الوحدة باعها بـ60,000 ليرة، يعني الـ4 لوحات طلع حقهم 240,000 ليرة سوري عدا ونقدا. لك علي شو عم تحكي؟ أنت بتأكدي من هذا الحكي؟ هاي جايتي من بيت أخوك. كيف صار هيك؟ نحن وقت وزعنا أغراض عمي بيناتنا قدرنا كل اللوحات بـ20,000 ليرة. لك دخيلك أنت وتقديراتك الجهنمية اللي فتقتنا فيها. قال لحق لي البراد والتلفزيون وترك 240,000 ليرة. لك حرام كنا ناخذ هاللوحات ونتنعم فيهم نحنا. يا عليا، المرحوم وقت كان عايش كان يبيع اللوحة بـ5-6,000 بالكتير إذا باع. شلون نط السعر لـ60,000؟ ما عم بفهم. هلا لا تتحجج حجج ولا طعمة. عامر أنت بصراحة ني وتشتوش وما بتعرف تخطط. إيه؟ أصلاً كل عمرك هيك متسرع وسطحي وما بتحسبها لقدام. هلا لا تزيدي على قلبي أنت التاني، خلص. هذا اسمه نصيب نصيب. الله من عنده مكاتب لنا.
لك بدل ما تحكي هالحكي قوم قوم اتحرك نطلع عند اخوك وطالبه بنص المبلغ. ها وشو المناسبة اني طالبه؟ بمناسبة انه القسمة ما كانت عادلة من جهتك. روح رجع للبراد والتلفزيون وطالبه 120,000 ليرة. ما بظن اخي يقبل. لا سيدي بده يقبل. اصلا المفروض هو لحاله يتحسس ويعطيك حصتك، مو يبلع الورده ويطنش. لك روقي روقي شبك انبهتي؟ خليني افكر كيف بدي افتح معه الموضوع. الشغله مو هيك، بدها شويه تخطيط. اذا خيلك تقبر قلبي فكر وخطط قد ما بدك، اصلا ما رح يجيب اجلنا على اهون سبب الا التفكير العظيم تبعك، فكر حبيبي. شفت شلون؟ بالاول ما كانت عاجبتك الحصه، كان بدك البراد والتلفزيون. لك يا لطيف قديش كنا ندمنا لو اخذنا نحن البراد والتلفزيون وعامر اخذ اللوحات وباعهم بالسعر. لا حبيبي ما كنا ندمنا، لانه اخوك على قد ما هو ذكي وحربوق كان رح يبيع اللوحه مثل ما انت كنت بدك تبيعها ب 6,000. بقى لا تنسى انه باعوا اللوحات بهالسعر بشطارتي انا. بشطارتك؟ يعني مو بشطاره المرحوم اللي رسم وتعب وسهر الليالي. لا سيدي مو بشطارته، اصلا لو كان عايش ما بيحلم يبيع لوحه من لوحاته بربع السعر. والدليل انت كنت رح تطلب فيها 6,000، لو ما انا لحقتك وسكتك كانوا راحوا اللوحات بتراب المصاري. على كل حال كتر الله خيرك يا شاطره. صدقني ما عم بفهم عليك، صار لك ساعه عم تاخذ وتعطي معي وتقرب وتبعد وما عم تفهمني شو القصه. ليش ما بتفوت فورا بالموضوع وبتخلصني من الهم؟ بصراحة أخي أنا حاسس إنه بيطلع لي عندك تعويض. تعويض شو؟ تعويض عن الخطأ اللي صار بالتقدير. تقدير شو؟ تقدير الورثة، يعني أنت الله يتم عليك بعت اللوحات ب 240,000 ليرة، وأنا شو طلع لي؟ براد وتلفزيون مستعملين وما بيطلع حقهم 20,000. إيه وأنا شو دخلني؟ أنا ضربتك على إيدك وقلت لك خذ البراد والتلفزيون؟ لا طبعا ما ضربتني، الحق علي أنا. ها؟ يعني انت اخترت ارادتك؟ هي اولا. ثانيا اللوحات انباعوا بهالسعر هيك بمحض الصدفه. ولا لا ليش بمحض الصدفه؟ من شطاره مرتي ومهارتها، هي شلفت السعر والشاري رضي فيه. ما اختلفنا، كمان مرتي بتعجبك وشاطره بالشلف، يعني لو كان اللوحات عنا واجتنا بيعتهم كان ممكن تشلف اكثر. انت ما بتعرف لمرتي قد شليفه ما في. طيب بهيك حالي لو كنت انت بايعهم كنت عطيتني تعويض؟ ايه طبعا بعطيك، يعني بدها اثنين يحكوا فيها، ما احلاني يكون بايعهم وما اعطيك. طيب وقديش بدك مني تعويض هلا؟ اخي نص بالنص، يعني انت بتاخذ غرض من اللي عندي وبتعطيني منك 120,000 ليرة، وهيك بتكون القسمه عادله. 120,000؟ لا حبيبي ما حذر، وهيك تخنت شوي، هذا المبلغ من حقي انا. بس ممكن يطلع من خاطري اعطيك شي 10,000 ليرة. شو 10,000؟ بس 10,000؟ حبيبي هذا اللي بيطلع من خاطري. هيك بتظلمني كثير. شو بدي اعمل لك اذا كان حظك هيك؟ طيب هات 10,000. لك مو معقولة واحد غيرك كان لحش ال 10,000 ليرة بخلقته. معقول انت عامل قديش نفسك بنية؟ لك من 120,000 ليرة بترضى تاخذ 10,000؟ شو بدي ساوي يعني؟ هدول اللي طلعوا من خاطره. لك يكسر خاطره إلهي، قديش طمعه بالحموضي. بس شو بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ الحق مو عليه، مو عليه ابدا، الحق عليك انت اللي سكتت له وخليته يركب على ظهرك، بالفعل عامر انك طلعت ني ودشتوش فوق اللزوم وما بتعرف تطالب بحقك، بتعرف؟ بتعرف إذا ما لحشت له ال 10,000 ليرة بخلقته؟ والله ماني قعدت لك بالبيت ولا دقيقة. بس يا عليا لا تبسمس عامر، لا تطققني، سمعت شو حكيت معك ولا عاد لك وقفت لك؟ خلص خلص روقي، بكره بروح لعنده. لا مو بكره، اليوم. اليوم وهلا كمان. ولك خلصنا بقى العم ضابط، شو صاير؟ ما عاد لي كلمه بهالبيت، يعني عم اقول لك بكره يعني بكره خلصنا. لك شو في رد علي؟ من شان الله تركي بهمني. شو صاير فهمني؟ لك اكلنا كلمه مرتب بهالبيعه. خير شلون اكلت الكم فهمني قول. لك الرجال اللي اشترى مني اللوحات باع اللوحه الوحده ب 250,000 ليرة. معقوله؟ ايه سيدي معقوله ونص. يعني الزلمة راح يبيع الأربع لوحات بمليون ليرة سوري. أنا مفكرين حالنا شاطرين وشلفنا شلفة فوقانية بالسعر. إيه تضرب مرتي على هيك شلفة؟ والله شي بيحط العقل بالكف. طيب شو اللي خلى أسعار المرحوم أسعار لوحات المرحوم ترتفع كلها للقد؟
شو بيعرفني؟ هلا المهم نحن نستغل هيك فرصة منيح. كيف يعني فهمني؟ يعني طالما المرحوم ضارب سوقه بهالكاميون، شو رأيك نروح على بيته اللي كان مستأجره ونبحبش بكراكيبه وغراضه إلا ما نلاقي لنا شي لوحة مشلوحة هون أو هون. وبينباعوا معنا؟ ولك ما في شي ما بينباع. اترك هالشغلة علي، وشو بيطلع معنا؟ بالنص أنا وياك، شو رأيك بقى؟ موافق. إيه خلص، لكن خلينا نروح ندق الباب على صاحب البيت وناخد المفتاح منه قبل ما يتأجر البيت. طيب ودوامك؟ لك شو بدك بدوامي؟ أنا هون معين مراقب دوام، وهدول نسيانين يحطوا مراقب علي. هم لا يتأكل لقطاتهم. يا سيدي منيح اللي اقتنع معنا صاحب البيت وعطانا المفتاح. هلا ليش أنت كنت شاكك إنه ما أقدر أنعه؟ أنا لا تخلينا نضيع وقت، خلينا نجرد هالبيت جرد، وشو ما طلع معنا منيح. انت فوت على هالغرفة وانا رح روح على الغرفة الثانية. شو صار معاه؟ ما لقيت غير هاللوحة ومو مكملة. العمى فعلا ناقصة ألوان هاي. طيب شو رأيك نحن نكملها؟ لك شو جنيت أنت؟ بتعرف إذا منلونها ما بتنباع معنا بليرتي؟ خلينا نروح نجرب نبيعها على وضع الراهي. طيب وأنت شو لقيت؟ وشوية أوراق مخربش عليها عمك الله يرحمه. وقولك خربشت عمك بتنباع؟ ما نحاول نبيعها، شو خسرانين يعني؟ وين رح ندور كمان؟ مندور على السقيفة. السقيفة فاضية. شو عرفك انت؟ وقت اللي عملنا الاسم طلعت دورت ما لقيت فيها شيء. ايه كان خلينا نمشي، كفاها الله اليوم، تعبنا كثير. شرف شرف. يا سيدي هاي 100 وهي 50,000. ايه بس مو قليل 150,000. 150 قليل؟ شو بنا استاذ موفى؟ ايه لا تنسى انك بعت اللوحة الوحدة ب 250,000 ليرة. هدين غير وضع، هدينك لوحات كاملة، بس هي اللوحة ناقصة، مشان هيك حسبت لكم اياها بمية. طيب الله يخليك، الله يوفقك، اعطينا شي 100,000 حق هالدفتر. يا استاذ موفق، انا الدفتر حسبت لكم اياه ب50، وبصراحة هذا بجوز ما لاقي له راغب، فمشان هيك انا اخذته من كل وصرته زباين المحل. هلا معقول الشخبرة تبع الفنان ممدوح عزيز حقها 50,000 ليرة بس؟ والله، إذا مو عاجبكم السعر عرضوه على شر غيري. انا عم بعطيكم سعر ما بتاخذوا مثله بكل السوق وربي يشهد. لا اخي لا، موافقين موافقين، ان شاء الله مبروكين عليك. الله يبارك فيكم، واذا طلع معكم شيء تاني من مخلفات المرحوم انا مستعد اشتري. ماشي الحال، بس حضرتك عم تجور علينا كثير، ها لانه كل هالشغله ما جابت همنا. يا سيدي بنعوض لكم اياها مره ثانيه ان شاء الله. طيب ماشي الحال، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. الله معكم. ما مريت معكو على أساسها بتتعبوا كتير. إيه الله يرحمك يا ممدوح عزيز. انت ليش لحتى تاخد اخوك؟ ليكو شاركك النص؟ لا تجننيني، شو بدي اعمل يعني؟ مالك شايفتي كيف عم ينق؟ لك ينق لا يشبع، انت ليش تاخده؟ ماشي الحال، هذا اللي صار. يعني ما كفى لأخوك 240,000 ليرة اللي لهطهم كمان قسمك على هالمبلغ؟ يا عالية، أنا وأخي متفقين من الأساس النص بالنص، فهمي بقى. لا تواخذني تقبرني، هلأ فهمت. خليك ماشي ورا أخوك لشوف لوين بده يودينا. شفت؟ شفت إنك ني وتشتوش ومين من كان بيصوتي حيطك؟ وبتتذكر وقت كنا واقفين بالعزا وإجا الشرطي وسأل عنه؟ لك إيه وقتها شو قال؟ قال إنه عمك راسم على صحن فاضي 100 دولار لأنه ما كان معه يدفع بالمطعم. والله صحيح. لعمك شلون راحت من بالنا هالشغلة؟ يعني قولك هذا الصحن بينباع؟ إذا دفتر الخربشة تبعه انباع، هيك لوحة فنية ما بتنباع؟
امشي لقلك امشي. لحظة لحظة، حافظ اسم المطعم؟ اسمه مطعم الأزهار. بعد لقلك قلنا لحالنا لازم نبري ذمة المرحوم ونوفي عنه كل ديونه. يا سيدي الله يبارك فيكم ويسلمكم. ودرينا كمان انه عمي الله يرحمه اجى لعندك على المطعم تغدى وما كان معه يدفع الفاتورة. اي نعم، يوم رسم على الصحن 100 دولار ومشي. الله يرحمك يا عمي، يا لطيف قديش كان له لهفات. تعيش. وقديش كانت الفاتورة يا ترى؟ على ما اذكر 2000 ليرة. على عيني. تفضل. هي 2500. والله يخليك سامحه للمرحوم. يا سيدي انا سامحته من يوم اللي دريت انه توفى. والله يبارك فيكم لانه فعلا ذكرته هيك شغلة. ايه الدنيا لسه بخير. طبعا. وبيقول المثل ان خليت خربت. صحيح. وقلنا عندك طلب بسيط شوي، يا ريت ما تخجلنا فيه. طلبكم على عيني وراسي. جايين ناخذ الصحن من عندك، نوع من الذكرى يعني. ولو اني كنت حابب احتفظ بالصحن بس تكره بيضل المرحوم عنكم. عن اذنكم لحظه. يا سيدي تحفه، تحفه فنيه هالصحن، بس ما بعرف اذا ممكن نلاقي له زبون. انت ما بينخاف عليك، راح تلاقي له 1000 زبون. يعني انتو بتكون تبيعوه؟ ايه طبعا بنبيعه. وقديش بتكون فيه؟ انت قديش بتدفع؟ مرحبا. اهلا. كلمة واحدة 100,000. لا عمي، هيك ما بتوفي معنا بنوم. هات الصحن اذا بتريد. ايه طولوا بالكم خلينا نتفاهم. اخي نرفعهم كمان 50. انا اقل من 400,000 ليرة سوري مستحيل بيع. ايه لا، كترتوا علينا كتير. الصحن ما بيسوى هيك شي بنوب. لا حبيبي، في كتير غيرك مستعدين يدفعوا هالمبلغ. اخي اخر كلمة، انا بدفع فيه 200,000، 100 لك ومية للاخ، وغير هيك ما عندي حكي نهائيا. 400,000 ليرة ما بينقصوا ولا مليم. فكر بالموضوع منيح واتصل فيني قبل ما اتصرف فيه. لا عمي، تصرف فيه وخد راحتك. انا بالنسبة لي ما رح فكر بالموضوع نهائيا. بقى انتو فكروا على مهلكم وردوا لي خبر. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. لحظة لحظة، خلينا نتفاهم. على شو بدنا نتفاهم؟ ليش ما قبلت بال200,000؟ يا حبيبي اتركه، لسه رح يدفع أكتر من هيك. لا ما رح يدفع أكتر من هيك. أخي إن شاء الله عمره ما يدفع. اتركه للصحن، عنا ما أنا مستعجل على بيعته. بالله أنا مستعجل ولازمني مصاري، والمبلغ اللي دفعه بيناسبني. الله يخليك يا عامر، اتركها لهالشغلة علي ولا تتدخل فيها، وبلالك وجعت هالقلب. شلون يعني ما أتدخل؟ أنا شريكك بالنص وإلي كلمة مثلي مثلك. شريكي وقت القبض وبس. بس موضوع البيع والشراء هاي شغلة مو شغلتها. لا حبيبي شغلتي ونص، وهلأ بدي بيع الصحن. هلا لا تتنح وتيبس راسك، اتركني اشتغل على مهلي. لا انت لا تعمل لي فيها ابو علي وتسوق فيها، مو كل مرة تسلم الجرة. هات الصحن. اترك الصحن، شو صار لك يا عامر؟ ما صار لي شيء، بدي بيعه. هاته. لك يا اخي خلص بنتفاهم بالبيت. هون بنتفاهم وهون بنبيعه، خلصني بقى هاته. لك خلص بقى، خلص بقى، ما راح اعطيك اياه لو بدق راسك بالحيطان. قلت لك بدي اخده وبيعه غصبا عنك. لك ما راح تاخده الا على جثتي. لك خود. لك يا خسارة الفن لما بيوقع بين ايدين الناس من امثالكم.